وأنا أذكر يعني يوم ما مات الشهيد عبد المنعم رياض، وأنا جيت من السويس وشفت هذه الجنازة. طبعاً هو خلع قلب مصر، لأني يعني من أوائل الأبطال اللي يموتوا في موقع المعركة. يعني الراجل ده مات، قتل في وسط جنوده، استشهد في ميدان المعركة. فمصر حملت له هذا الجميل وخرجت وراه في جنازة ما شفناش زيها. أنا شخصياً كنت في ميدان التحرير على باب شارع طلعت حرب، وأنا شفت الناس وهي بتبعتر الجنازة الرسمية وبتحتضن نعش عم منعم رياض. ويعني الأمن حاول يحكم هذه المسألة، وأنا يعني شفت الزعيم عبد الناصر وهو بيقول لهم يعني سيبوا الناس، ومشيت الناس محتضنة عبد المنعم رياض هذا البطل العظيم المصري اللي كان صادق مع نفسه ومع بلده، فاستشهد في مكان المعركة وهو مؤمن بأن مصر لابد هتصد هذا الغزو ولابد هتنفض هذا الاحتلال وترد آثار العدوان وترجع لسينا مرة أخرى. بوابات مصر بودعك يا مصر، على بوابات مصر بودعك يا مصر، وبشكرك وبشكرك على كل لحظة عشتها، وبشكرك على كل لحظة عشتها، على كل ضحكة ضحكتها وكل دمعة دمعتها، على كل كلمة سمعتها وكل لقمة أكلتها، وحاجات كتير ملهاش حظ. بقفل عيني أحضنك وأودعك، أودعك أودعك يا مصر.